ليش اسم لعيبة النجمة رجال المنارة؟ أسود المنارة؟ يلا نعرف. بواحد كانون الثاني من سنة 1952 استأجر نادي النجمة ملعب له براس بيروت في منطقة اسمها المنارة، وكان الأجار وقتها 100 ليرة لبنانية. عقد الأجار تم بين رئيس النادي زكي أباني ومحامي الشركة العقارية السورية جبران صالحة، وهيك صار اسم النجمة مرتبط بالمنارة. ولهلأ هيدا الملعب بيعني كتير لكل الأجيال النجماوية من عمر العراقة لحد الأنفاس الجديدة. وانتو كم مرة رايحين على ملعب النجمة بالمنارة؟ وشو بتعرفوا عن نادي الوطن؟